نمسي كل مشاهدينا ولقاء يتجدد وبرنامجكم نبض الوطن. مصر كلها تتحدث حاليا عن موضوع سد النهضة الإثيوبي، لكن ما هي الحقائق في هذا الموضوع وما العائد الذي سيعود على مصر نتيجة لهذا السد ولهذه المشروعات التي تقام على النيل؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال لقائنا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. برحب حضرتك معايا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. ايه رأي حضرتك نطلع هذا التقرير ونعود مرة اخرى لنبدأ حوارنا حول موضوع سد النهضة وما هي العائد الذي سيعود على مصر من مشاكل نتيجة لهذا المشروع؟ فاصل وننتظر كل مشاهدينا داخل الاستوديو. يثير سد المخاوف الاخرى فتتمثل في استخدام اثيوبيا المياه سلاح لتحكمها في مستوى تدفق مياه النيل الأزرق تجاه الأراضي السودانية والمصرية بعد اكتمال إنشاء سد النهضة. فإذا كان هنالك مجال لتوترات سياسية أو لمقاطعة سياسية أو لحتى حرب ما بين هذه الأطراف الثلاث، ذلك معناه أن المياه ستكون سلاح عند الجانب الإثيوبي. ولا يستبعد وقوع نزاعات بين دول حوض النيل مستقبلا، خاصة في ظل التزايد الحاجة لاستخدام الموارد المائية لتأمين حاجة شعوب دول حوض النيل من الغذاء والمياه، وإضافة إلى تأثير ظاهرة التغير المناخي التي أدت إلى نضوب كثير من الموارد في جوار دول حوض النيل. يعيش على ضفاف هذا النهر 426 مليونا من السكان. عدنا مرة أخرى داخل الاستوديو كل مشاهدينا ومعانا ضيفنا دكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. برحب حضرتك معانا مرة تانية يا دكتور. أهلا وسهلا. والحقيقة هذا الموضوع، موضوع سد النهضة، هو موضوع شائك وهو الحديث الأول لكل مواطن مصري سواء في الداخل أو في الخارج. بداية كده عايزين نعرف ما هو سد النهضة ومتى تم مناقشة هذا الموضوع ووضعه على الخريطة؟ هو الحقيقة الجو الحالي والقلق الشديد اللي عند يعني الشعب المصري حاليا ده بيفكرني بالفترة اللي كنا بنعمل فيها الدستور، وكنا بنسمع ان كل الشعب او معظم الشعب كلهم يعني فقهاء في الدستور وخبراء في القانون. فالآن أيضا انتقل الوضع إلى الخبرة في المشروعات المائية والهندسة، فلقينا برضو عدد كبير جدا من الشعب يعني خبراء في المياه وفي السدود، وبالتالي كل في يعني يدلي بدلوه في التأثيرات على سد على مصر والسد العالي وانخفاض بحيرة ناصر والأراضي الزراعية، وسمعنا الأرقام من كثير من الشعب المصري. من المسؤولين؟ احنا دلوقتي عايزين ناخد الصورة من مسؤول دارس وباحث في هذا الموضوع منذ سنوات. حضرتك قلت لي احنا مش بس بادئين النهاردة، لكن احنا بادئين من سنين، من سنوات كثيرة. فحتى لا نتهم ان احنا اعلام الحكومة او اعلام الشعب المصري، الاعلام وزارة الإعلام، فعلشان كده احنا عايزين نبين الحقائق ونتكلم ان احنا لا نهدف لأي شيء سوى في النهاية حبا في مصر وحبا في إظهار الحقائق حتى لا يكون هناك بلبلة في كثير من العقول. هو الواقع حاليا هناك أزمة، يعني لا شك أن هناك أزمة، لكن لا تدعو إلى الرعب الذي نعيشه الآن. يعني أنا لا أهون من المشكلة، فهناك مشكلة وبقول إن في أزمة موجودة وبعض المشاكل هتواجهنا في السنوات القادمة، المشاكل اللي ممكن حلها. وزارة الري بتواجه بالمشاكل على طول. احنا دلوقتي في بعض الفلاحين في اماكن المياه لا تصل اليه، هذه مشاكل ري، شكوى من الجفاف غير طبيعية لم تكن من قبل. هذه مشاكل ري بتواجهها الوزارة وتحل، فايضا سوف نواجه ببعض المشاكل اللي ممكن حلها وممكن ما نتأثرش بيها. ده من في بداية بالنسبة لمصر والحصة المائية. لا احنا بداية عايزين نتكلم عن السد النهضة. امتى مشروع سد النهضة تم التفكير فيه؟ في إثيوبيا يمكن بعد انفصال إريتريا، والشعب الإثيوبي استفتوا هناك على دستور وأصبحت إثيوبيا نظام سياسي معين بدأ فيه إلى حد ما استقرار داخلي، بدأوا يفكروا في مشروعات للتنمية. من ضمن هذه المشروعات المائية بغرض
توليد طاقة، لأن إثيوبيا الكهرباء عندهم ضعيفة للغاية، بينتجوا حاليا 2000 ميجا وات. فبالتالي بدأوا في تفكير في عمل مشروعات لتوليد الطاقة أو حتى للتنمية الزراعية إذا أمكن. يعني عملوا في السنتين اللي في الثلاث سنين اللي فاتوا افتتحوا سد اسمه سد تيكيزي 2009. يعني ده مش أول تنمية ليس هذا أول مشروع في الجزء الواقع في حوض نهر النيل. ده المشروع الثالث. المشروع الأول تيكيزي سنة 2009، واستغرق بناؤه حوالي 9 سنوات، وخسر مصر 4 مليار متر مكعب في البداية فقط، لمرة واحدة فقط في أول عام. في أول عام لكن بعدها ما كانش فيه، ما فيش تأثير واضح على مصر. وبالتالي احنا بنقول هنا يعني ممكن مع بعض المشروعات نتفاهم فيها ولو فيها ضرر بسيط وينتهي والامور ترجع لمجاريها بعد كده. ايضا السد الثاني كان امتى يا فندم؟ المشروع الاخر هو مشروع نفق بيربط بين بحيره تانا ونهر اسمه نهر بيلس. هذا المشروع افتتح ايضا في 2010، في مايو 2010 اليوم اللي وقعوا فيه اتفاقيه انتيبي. المشروع الثالث وهو سد الحالي اللي هو سد النهضه، ده بدا وهو احد المشروعات المدروسه من حوالي من سنة 64، من الدراسة اللي قدمها مكتب 64؟ من الدراسة فيه لما احنا كنا بنبني السد العالي. امريكا كانت في اثيوبيا بتدرس لإقامة بعض المشروعات، طبعا لان كان فيه توتر سياسي ما بين امريكا ومصر في ذلك الوقت. احنا مع روسيا معانا بنبني السد العالي، وامريكا في المقابل في منطقة المنابع لعمل مشروعات ممكن انها تعوق عمل السد العالي. فتم الدراسة يمكن على مدار 5 سنوات، خرجت ب7 مجلدات، منها إقامة 26 مشروع على أكبر نهر يمد نهر النيل وهو النيل الأزرق. ده الدراسة كانت من أثيوبيا؟ من أمريكا. من أمريكا على في الأراضي الإثيوبية. لصالح أثيوبيا. لصالح إثيوبيا. خلصت الدراسة أن هناك العديد من المشروعات ممكن إقامتها على حوض النيل الأزرق. إثيوبيا لما بدأت في التنمية يعني جابت الدراسة الأمريكية وبدأت تشوف إيه المشروعات اللي تنفذها دلوقتي. نفذت مشروعين، وده المشروع الثالث. هذا المشروع في الدراسة الأمريكية اسمه سد الحدود، لأنه يقع على الحدود مع السودان. وكان يعني بدأ بداية يعني متواضعة. المشروع خصائصه أنه هو يعني ارتفاع 85 متر ويخزن 11 مليار، طبعا لأنه على النيل الأزرق مباشرة، فكان في حساسية من الإعلان عن هذا المشروع، لأن مصر والسودان ممكن أن هم يعترضوا. يعني إحنا لم نسمع عن السدين أو عن مشاكل ممكن تؤثر في السدين اللي اتبنوا، ومر الموضوع مرور الكرام علينا كشعب، أنا بتكلم على مسؤولين، لكن هذا السد بيلاقي معارضة شعبية غير طبيعية. كل مواطن ماشي في الشارع بيتكلم عن هذا السد وعن مشاكله وعن الأثار اللي مترتبة على هذا السد. ما هي جت المشاكل منين؟ أيوة. ليه وهل فعلا هذا المشروع تأثيره أقوى من المشاريع اللي كانت من قبل؟ هي يعني الحجم اللي خده هذا السد من التعليق الشعب المصري وغيره، إن السد تدرج من في خصائصه من 11 مليار متر مكعب كتخزين إلى 17 مليار، ثم 62، ثم 67، ثم اخيرا 74 مليار متر مكعب. يعني هو البدايه ما كانتش على اساس ان سد هيبقى بهذا بهذا الحجم. هنا الخطوره ان الحكومه الاثيوبيه غيرت من سعه السد، من سعه الخزان لهذا المشروع من 11 الى 74 خلال 45 يوم. وفي البدايه كان اسمه سد الحدود، ثم اطلقوا عليه سد سد اكس او مشروع اكس، ثم مشروع الألفية العظيم على اعتبار أنه هو هيكون أحسن مشروع خلال الألف سنة، ثم تغير إلى سد النهضة الإثيوبي العظيم. التغير في هذه الأسماء يعني نلاحظ أن التغير من اسم إلى اسم فيه حماسة، فيه من أجل جمع الشعب الإثيوبي من أجل جمع الشعب الإثيوبي وتكتله حول هذا المشروع الضخم. والقيادة السياسية في إثيوبيا رأت أن هي يعني تعمل مشروع ضخم
يجمع الاثيوبيين، ولكن لان المشروع الصغير هم جربوا المشروعات الصغيره زي سد تيكيزي بيخزن 9 مليار ما حدش اتكلم عليه، ما هوش عمل الزعماء الكبار. فبالتالي يعني يمكن الزعيم يعني الاثيوبي او رئيس الوزراء حب ان هو يعني فعلا يطلق عليه الزعيم الاثيوبي الزيناوي، وبالفعل نجح في هذا العمل ان هو يتدرج من 11 مليار كمشروع عادي الى مشروع غير عادي، واطلق عليه ان ده هيبقى احسن مشروع في الالف سنه فسماه الالفيه. ثم بعد كده غير الاسم الى سد النهضه الاثيوبي العظيم، وعمل يعني شحن شعبي كبير والى الان مستمر. اذا هل سكوت مصر في البدايه كان على اساس ان الكم مش كبير او السعه بتاعته ما كانتش كبيره؟ لا، هو المفروض ان مصر ما كانتش تسكت سواء كبير او صغير، لان لدينا مع اثيوبيا 3 اتفاقيات، ومع بقية الدول هناك 12 اتفاقية أخرى بمجموع 15 اتفاقية. مع إثيوب أول اتفاقية مصر عملتها مع دول حوض النيل كانت 1891، وكانت بين مصر وإثيوبيا، وفيها كانت إثيوبيا يعني وقعت على هذه الاتفاقية إنها لا تقيم أي مشروع على نهر عطبرة، وده أحد الأنهار اللي بتصب في نهر النيل، لكن هناك أنهار أخرى كبيرة بتصب من إثيوبيا في النيل. لكن هذه الاتفاقية كانت مخصصة فقط لعطبرة. تم تصحيح الوضع في 1902 باتفاقية أخرى لبقية الأنهار، وهي النيل الأزرق اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، صدد الحديث أيوة، ونهر آخر نهر الصوبات. وبالتالي كده يبقى الاتفاقية في 1902 غطت جميع الأنهار الإثيوبية باتفاقيتين خلاصتهم أنه لا تقام أي مشروعات على هذه الأنهار إلا بعد الرجوع إلى مصر والسودان. طيب لماذا تم الضرب بهذه الاتفاقيات في الفترة الحالية وتجاهل هذه الاتفاقيات، برغم أن احنا معانا حق أن لا يتم أي مشروع إلا بعد الموافقة؟ أخذ إجابة حضرتك بس بعد ما أخذ هذا الاتصال التليفوني. أستاذ محمد من مطروح، ألو. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته يا فندم. أحييك وأحيي ضيفك الكريم يعني، وأحيي طاقم العمل بالبرنامج. اولا يعني عايز اضيف الشق السياسي لهذا الموضوع، وهو ان مصر يعني اثيوبيا تدعي او كانت فعلا مصر تؤيد الانفصاليين في اوغادين، وهو سبب الحزازية الاثيوبية في هذا الموضوع. اما النقطة المهمة جدا ان المعدات التي تنقل لهذا المشروع تنقل من الاراضي الصومالية وجيبوتية تحت حماية القاعدة الامريكية في جيبوتي، وبالتالي يعني هاتان الدولتان عربيتان للأسف وينقل عبرهما يعني المعدات. النقطة الهامة أن مصر تركت أريتريا هي الورقة الرابحة السياسية في هذا المشروع، وهي كانت نقطة ضغط كبيرة جدا على أثيوبيا لكي تكون لمصر أقدام في أريتريا التي طالبت فيما سبق الانضمام للجامعة العربية ورفضت، وهم أناس أصولهم يمنية يتكلمون العربية. أستاذ محمد، حضرتك بتعمل في أي مجال؟ أنا زرت هذه البلاد يعني أو بعضها، ولكن بتعمل في مجال يعني أنا باحث في الشؤون الأفريقية للأسف. باحث؟ الشؤون الأفريقية. يعني أنا كثيرا ما أنا كنت أتكلم على ظروف يعني السودان وتفكك السودان وتأثيره على مصر وتأثير يعني الإرادة السودانية. كنت أتكلم غالبا على موضوع أثيوبيا، وهو أن أثيوبيا دي تكونت في يعني كانت محررة قبل الدول الأفريقية، واحتلت بعض الدول التي كانت غالبا ما يعني لها حركات انفصالية، ومصر وقفت مع أوغادين ولكن للأسف ابتعدت كثيرا وتركت أريتريا التي هي أصل الكفاح لهذه الأقليات في أريتريا. طيب أستاذ محمد، بما أن حضرتك باحث في الشؤون الأفريقية، فضل. كيفية الخروج من هذه الأزمة؟ كل وسائل الضغوط السياسية وغير السياسية، يعني أنا أقولها بالمجمل لأن كل من يفصل المجمل فهو للأسف خاطئ. كل الوسائل لدينا، وخاصة وسائل الضغط على الدول العربية التي تريد أن تستثمر هناك، والوجود في الصومال وجيبوتي والإسراع بتحسين العلاقات مع أريتريا، لأن هي وسيلة الضغط الكبيرة كما يقولون، هي شاكوش على المسمار الأثيوبي. النقطة المهمة كنت عايز أقولها للأستاذ الضيف الكريم، وأنها توجد مشاريع لتحويل مجرى أو مصب مياه رشيد إلى الصحراء. هذه الأبحاث للأسف
يعني انا ممكن ارسلها لحضرته، يعني تحول مياه البحيرات غرب غرب يعني الدلتا، وتحول مياه هذا الرافد الكبير الى الصحراء عبر الرياح بجوار طريق مطروح، لكي تكون له مصبات في منخفض الخطارة، وبالتالي نزرع أرضنا ونولد الكهرباء ونستفيد بزراعة بعض الزراعات الزيتية التي هي تزرع غالبا بمياه يعني ليست عذبة بالكامل، مثل الجوجوبا والقرطم والسمسم ونخيل الزيت وخلافه، وبالتالي احنا نبحث عن المنبع ونترك المصب الذي هو خير لنا ولمصر ويعني وللاجيال القادمه. شكرا يا استاذ محمد، نشكر حضرتك. شكرا جزيلا. طب ارد بس على الجزئيه الاخيره، لان هو جهه ليا عايز يحول نهر النيل الى الصحراء الغربيه والى منخفض القطاره. احنا بنعاني الان من اماكن اراضي داخل الدلتا لا تصلها المياه، فكيف نصل المياه الى الصحراء؟ لما حصه مصر تزداد من 55.5 مليار الى مثلا 100 مليار او الى 150 مليار، ويعني وهذا يعني يعني نتمنى ان هو يحصل في الازمنه القادمه، نبقى ساعتها نشوف نخزن فين تاني. يعني احنا بحيره ناصر قادره انها تخزن يعني اضعاف اللي بنستقبله حاليا، ف والكميه لا تكفي، ونحن نعاني الان ما نعانيه مع اثيوبيا للمحافظه على ال 55.5، مش نزودها حاليا للمحافظه، فبالتالي ما فيش فرصه ان مياه النيل تخرج من الدلتا في الوقت دكتور الحالي. انا سعيده بالحوار ده، لان احنا حضرتك في اول اللقاء ذكرت ان هناك كثير من الاراء اللي بتطرح، وهذه الاراء ليست لها علاقه بالمتخصصين، وحضرتك متخصص في شؤون المياه وبقالك سنين بتبحث، فاكيد ارائك هتبقى هي الاراء الفاصله. يعني انا اشكر كل اللي الذين يعني عندهم بعض الاراء، منها التخزين في منهم التخزين في منخفض القطاره، منها التخزين في منخفضات توشكا، منها قناه موازيه ما اعرفش في انابيب من بحيره ناصر، منها تحويل او اخذ قناه من نهر الكونغو وتصب في نهر النيل. لكن يعني كل هذه المشروعات او كل هذه الافكار يعني كتر خيرهم ان هم يعني ذكروها، ولكن يعني ارجو ان هم يتركوها للفنيين، لان في بعضها خيالي ولا يمكن تحقيقه. نعود الى الاتفاقيات مره ثانيه حضرتك، الموضوع اللي كنت يعني يا ريت لو امكن في الشريحه رقم 70. ايوه فلاشه رقم 70 ايوه، لان فيها فيها ثلاث المخرج اتفضل ثلاث اتفاقيات بين مصر واثيوبيا. دول المنابع حاليا بتقول احنا بنرفض الاتفاقيات السابقه لانها ابرمت ايام الاستعمار. ده دول المنابع لكن احنا هنفكر الاثيوبيين، لكن احنا عندنا حق من خلال هذه الاتفاقيات ان احنا طبعًا ان هم يلتزموا بيها. طبعا لابد الالتزام بالاتفاقيات الدوليه من حتى ايام الاستعمار، لان لو احنا يعني لغينا الاتفاقيات هذه الاتفاقيات الخاصة بالمياه، معناها أيضا أن احنا نلغي اتفاقيات الحدود ونعود للحروب مرة أخرى ما بين جميع الدول الإفريقية بعضها وبعض بسبب الحدود. لكن دلوقتي مع الأمم المتحدة تم الاستقرار على أن يعني نعتد بالاتفاقيات السابقة بالحدود اللي تم وضعها بالتقسيمات المائية اللي تم وضعها. نعود بقى هنا دلوقتي إلى هذه الدول اللي قالت أن كل الاتفاقيات كانت في أيام الاستعمار. نفكر إثيوبيا، أهي الاتفاقيات موجودة معنا على الشاشة دلوقتي، نشوف في 1891 اللي هي أول جزء اتفاقية ما بين مصر وإثيوبيا وكان بيمثلها بريطانيا في الوقت ده مع إيطاليا اللي كانت بتمثل إثيوبيا، وعملوا اتفاقية لعدم إقامة مشروعات على نهر عطبرة وذكروا هذا النهر فقط إلا بعد التشاور والاتفاق على هذا المشروع. فبعد في 1902 اللي بعديها الاتفاقية الثانية غطت بقية الأنهار الإثيوبية ما بين مصر وإثيوبيا. وبالتالي يبقى احنا كده معانا اتفاقيتين غطوا جميع المنابع النيل من إثيوبيا. كلهم بينصوا على أن لا تقام أي مشروعات إلا بعد التشاور مع مصر والاتفاق عليها وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض. ثم نأتي بقى الاتفاقية الثالثة المهمة قوي، لأنها تمت بعد الاستعمار، تمت بزيناوي نفسه وهو اللي وقع مع
الرئيس السابق مبارك. تم هذه الاتفاقية سنة 93. والحقيقة الاتفاقية كانت شاملة. ده مش بس غطت الأنهار الإثيوبية كلها. يعني في الاتفاقية الأولى غطت نهر عطبرة. والاتفاقية الثانية غطت النيل الأزرق والصوبات وبحيرة تانا. هذه الاتفاقية غطت جميع الأنهار الإثيوبية لأنها لم تحدد أي نهر. قالت جميع قالت اتكلمت على ألا يقام أي مشروع على نهر النيل. يعني حتى إن إثيوبيا ما كانتش أيام استعمار ولا حاجة. لا ودي في 93 وزناوي اللي مقطعها. وهذه الاتفاقية ليست فقط على المنابع الإثيوبية. يعني لا يحق لإثيوبيا أن تشترك مع أي دولة أخرى في الحوض أنها تقوم بعمل مشروع يضر بالدولة أخرى. يعني إثيوبيا موقعة على عدم إقامة أي مشروع ليس فقط في الأراضي الإثيوبية. أيضا فيها احترام القوانين الدولية, فيها التشاور, البند الأخير التشاور والتعاون مع مصر والسودان في إقامة هذه المشروعات. لما الاتفاقيات موجودة دكتور, ولماذا لا يتم استخدامها حاليا كورقة للخروج من هذه إذن إحنا يعني هي أحد الحلول, إن الحلول القانونية لو المفاوضات تعثرت مع إذن مصر بتتبع الأول أسلوب المفاوضات ثم أسلوب القانون, وبالتالي التعامل مع إثيوبيا يعني بيأخذ يعني في الدرجة الأولى التفاوض المباشر. كانوا خلاص شرفوا على الانتهاء منه أو يعني لا هو المشروع ما هو إحنا بصدد الـ 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 يعني ليه نستنى لما يصرفوا عليه ويبقى صعب إن هم يهدوه, ليه ما نبدأش من دلوقتي نتخذ خطوات جادة. هو للأسف يعني مصر فرطت في حقها من البداية, يعني من سنة 2000 لما بدأوا ينفذوا مشروع سد تيكيزي. كانت مصر هنا برضو تستخدم حقها في ان لابد من التشاور والتعاون. والشرط الاساسي هو ما فيش اي ضرر, والضرر هنا يكون محسوس لان ما فيش مشروع ما فيهوش اضرار. يعني احنا دلوقتي يعني هيبقى في مبالغه كبيره لما نقول اثيوبيا تعمل المشروع بشرط ان هو لا يضر مصر. ده كلام ده مش ممكن عمليا, مش ممكن. طب حتى يعني بمعنى كده ان احنا نقبل الضرر؟ لا ده هنا الضرر بقى, هنا الضرر, هنا تفسير الضرر لابد ان نوضحه, لان احنا هنشوف السد العالي نفسه منه اضرار. فلو احنا طبقنا المقولة على السد العالي يبقى السد العالي ما تبنيش. طيب ممكن نستكمل حوارنا بعد هذا الفاصل, وننتظر داخل الاستوديو دكتور جمال اليوبي استاذ البترول والطاقة بالجامعة الامريكية. ناخد فاصل ونرجع مرة تانية مع ضيوفنا على الهواء مباشرة.